حسب بلاغ وزارة الداخلية حول استئناف العمل داخل المحطة الطرقية في التراب الوطني، احنا كإدارة المحطة الطرقية رحنا بدينا استأنفنا العمل ديالنا من 12 الليل، يعني لو 25 رحنا قمنا بفتح المحطة الطرقية، إلا كان تفاجئوا بأن النقالة دايرين إضراب ما باغينش يخدموا نظرا لبعض المشاكل عندهم في دفتر التحملات اللي تيقول لك راها تعجيزية. فهاد المسألة هذه خارجة على نطاق إدارة المحطة الطرقية. بالنسبة لنا احنا الكيد شارج اللي خارج عندنا اللي حطته وزارة التجهيز والنقل، فجميع البنود اللي فيه اللي داخلة في التسير ديالنا رحنا حاولنا نطبقوها بما فيها تعقيم ديال الأحذية وتعقيم ديال الأيادي قبل الولوج، قياس الحرارة، قمنا عاوتاني بتراصينا المسافة ديال الأمان في لي غيشي، درنا الولوج الدخول من باب والخروج من باب آخر، يعني قمنا بجميع الشروط اللي كاينة في دفتر التحملات، وحنا مستعدين. يعني لا 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 توصلوا هاد الناس النقالة باش يخدموا، راه غادي نكونوا حنا مستعدين. غير واحد النقطة اللي هنا مهمة، الكيران فاش غادي يبغيو يدخلوا عندنا المحطة خاصنا نشوفوا واش تي سانين هاد كايد شارج ومعاه لاتيستاسيون ديال التعقيم باش يمكن له يدخل المحطة الطرقية. فهذا هما النقاط اللي عندنا حنايا في الكايد شارج.